كشفت وزارة التنمية المحلية عن تقرير حول جهود مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة منذ 31 من مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، استمرت على مدار 80 أسبوع. تهدف المبادرة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية والاستجابة لمتطلباته، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.